صباح الخير يا متابعين، افتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر ادماركو كريم مجدي. اليوم 20 سبتمبر 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي. في بداية تداولات امس، ارتفع الدولار الامريكي مقابل كل الادوات المالية، وده راجع اكيد في المقام الاول لتعزز حالة التفاؤل حيال القرارات الفيدرالي الامريكي المرتقبة حول السياسة النقدية واحتمالية النتاج الفيدرالي لرفع الفايدة بنسبة 1% خلال الاجتماع القادم. ده من ناحية، ولكن من ناحية اخرى، مع استمرار اليوم عودة اليورو للاداء الايجابي، وده طبعا نتيجة حركات تصحيح للدولار بعد الارتفاعات الكبيرة اللي قام بيها، ولكن ما زالت طبعا الاسواق في حالة ترقب. ما كانش عندنا بيانات هامة خلال الثلاثة أمس، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه. زي ما واضح معانا على الشارت، طبعا الأداء الإيجابي على مستوى أغلب المؤشرات، أداء إيجابي على مؤشر الـ EMA، على مؤشر الستوكاستيك، على الفلات ترند، وعلى مؤشر وتقاطع طبعا متوسطات السعر الاعلى وثبات السعر اعلى نقطة المحوريه. كل ده مدعم بشكل كبير اليورو مقابل الدولار الامريكي، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات خلال تداولات اليوم، ولكن بشرط كسر ال 55 علشان يروح لل 95 واخر نقطه عند ال 140. مره ثانيه كسر ال 55، وراها ال 95، وراها ال 140. السيناريو الاخر معاك سحب بكسر ال 99 40، وراها ال 98 70، واخر نقطه عند 98 فلات. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.